أهلا بكم في أخبار المساء. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل فيمنح وسام التكريم لمارك إيفينز الرئيس التنفيذي لمؤسسة أوتوورب باون عمان تقديرا من لدن جلالته أيده الله لجهوده القيمة في تطوير المؤسسة حتى أصبحت تحظى بسمعة دولية. وسلم الوسام معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني خلال استقباله له بمكتبه صباح اليوم. حققت طالبات سلطنة عمان مراكز متقدمة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة والذي أقيم بمدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 13 و 19 من مايو لعام 2023، وهو المعرض الأضخم والأهم على مستوى العالم بمسابقات الابتكارات الخاصة بطلبة المدارس، وشاركت سلطنة عمان بثلاث ابتكارات. شرطة خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة ظفار تضبط 12 شخصاً من جنسية عربية في المياه الإقليمية العمانية لمحاولتهم دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstory.com.